احنا لو صديق ما ضمون يترجم لكن ويني لي قايمة وليل قصيد يفهم دمعنا ترجم بسوحل ولا الدار او كم جيل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المشردين عن الأوطان. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلم، يا أبا عبد الله روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء، يا قتيل العداء ومسلوب العمامة ظلما والرداء. لم أنسه إذ ترك المتين مدينة خائفا شر الطغايات ونحى العراق بفتية صيد ضراء غمة أباتي كحبيب والليث بن عوسج حليفي المكرمات والقاسم ابن المجتبى والقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل والصفات
السلام عليك يا عريس كربلاء، السلام عليك وعلى أبيك كريم أهل البيت. ماذا جرى لهذا العريس في يوم كربلاء وكيف كانت زفته؟ حناؤه دم رأسه والشمع أطرافه ماجور أطراف القناة، والصيد غنت للزفاف وويله هي آه بأرأس الصيد الكما يا حياتي جاء الحسين به إلى خيم النساء الثاكلات، فخرجنا ربات الخدور على الخدود لا طمايا هي طماتي. من عادة العريس تمشي خلفها ولا ماجور أجرك على الإمام الحسن المجتبى. من عادة العريس تمشي خلفها ولا ويلبس الزينة على جاري المعتق، وأنا يا عم معرسي من دون الأعباء مكسور قلبه وينظر أعمامه مطاعي. والله أنا لو يتركوني على هوا لا روح للمقطعين بجانب الماء، ومن دم نحر الأصغب لأصبغ شمالي ويمنا، وقل له يا عم الخيل دارت بالصواوي بالله يا شبان بالله لا تونون تشعبون قلبي قلبي من تلوجون، مدري يا بعد اهلش تريدون والله مدري يا بعد اهلش تريدون. لكنما الأمر والحكم لله. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. قال إمامنا وسيدنا ومقتدانا الإمام علي الهادي عليه السلام
فإذا صرت عند الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل. صدق سيدنا وإمامنا ومقتدانا صبط نبينا محمد. لازلنا نتحدث حول مقدمات أو تأملات في الزيارة الجامعة. واقعا هذه الليالي أو هذه الأيام، المجالس التي مرت كلها مقدمات، وإلى الآن لم نصل إلى الغوص في تلك الزيارة المباركة، وهذه المقدمات مقدمات مهمة، لأن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أشاروا إليها. والإنسان حينما يريد الغوص من دون أن تكون عنده ما يأمنه من البلل، ما يأمنه من الغرق، هذا قد يدخل في قلبه شك، قد يدخل في قلبه ريب، قد يستبعد بعض الأمور التي تذكر في مثل هذه الزيارة وفي مثل غيرها من روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك آثرنا أن نقف عند كل كلمة من كلماته صلوات الله وسلامه عليه، وبينا في المجالس السابقة معنى سؤال الراوي، ثم قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إذا صرت عند الباب فقف. وذكرنا في المجلس الماضي الحمد لله بعض الإخوة يلتفتون إلى هذا الجانب، معنى الباب والمعاني التي يمكن أن نتخيلها في كونهم هم الباب، تارة باب الابتلاء، تارة باب الفيض من الله، تارة باب صعود الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. لا نريد أن نكرر، لكن هي سلسلة حلقات مترابطة، فلا بد الواحد يتابع. هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد أن قال إذا صرت عند الباب فقف، يقول فاشهد الشهادتين وأنت على غسل. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من ضمن الأمور التي أكد عليها، أكد على الطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية. وعندنا كتاب خاص وكامل في فقه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، اسمه كتاب الطهارة. أول الأبحاث التي يبحثها علماؤنا بعد الاجتهاد والتقليد ومسائل التقليد هي باب الطهارة، النجاسات، الطهارات، كيفية الوضوء، كيفية الغسل، كيفية التطهير بالماء القليل، بالماء الكثير، أنواع الغسل. هذا ينبئ على أن الإسلام أولى الطهارة أهمية كبيرة. لذلك تأتي الروايات عن النبي الأكرم أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، لكي تحبذ للإنسان أن يكون على طهر دائم. إذا أراد أن يدخل إلى مسجد يفضل أن يكون على طهارة، إذا أراد أن يذهب لحاجة، ورد في الروايات إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى حاجة معينة وأراد أن تقضى فلا يذهبن إلا وهو على طهور. إذا أراد أن يجلس في مجالس العلم، في مجالس الدرس، يستحب له أن يكون على طهور. وهذه المساجد وهذه الحسينيات هي مجالس الذكر، مجالس الدرس، فمن الأمور المستحبة أن يأتي الإنسان وهو على طهور. وروايات كثيرة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من تلك الروايات
الرواية حديث قدسي عن رسول الله عن الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: إذا أحدث أحدكم فلم يتطهر فقد جفاني، وإذا تطهر ولم يصلي لي ركعتين فقد جفاني، ومن صلى ركعتين ولم يطلب مني حاجته فقد جفاني، وإذا فعل كل ذلك وطلب حاجته ولم أجبه فقد جفوته. يعني الحاجة إن شاء الله مقضية، بحيث أن الإنسان يحاول يعود نفسه دائما أن يكون على طهر بشكل دائم. وأكو حديث رواية جميلة جدا، وكل رواياتهم جميلة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، هذا دائما أنا أذكره على المنبر، حينما يلتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بعض أصحابه: من منكم يقرأ القرآن في كل ليلة؟ ومن منكم يصوم الدهر كله؟ ومن منكم يبات أو يقضي ليله في العبادة كله؟ وكل مرة كان يقوم سلمان المحمدي يقول: أنا يا رسول الله. الصحابة تعجبوا، جاءوا إلى رسول الله: يا رسول الله، هذا سلمان يدعي ادعاءات ما نراها واقعية، يقول أنه يصوم الدهر كله ونشوفه بعض الأحيان يأكل في النهار، يبات الليل بالعبادة أو يداوم في الليل، يحيي الليل في العبادة ونراه في بعض الليالي نائم، يقرأ القرآن، يختم القرآن في كل ليلة، ونراه بعض الليالي يعني منشغل بأمور أخرى. قال: سلوه فإنه مثل لقمان الحكيم في زمانكم. جاءوا إلى سلمان: يا سلمان، إحنا سمعنا منك ادعاءات، كيف تقول أنك تختم القرآن في كل ليلة؟ قال: لأني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من قرأ سورة التوحيد في كل ليلة 3 مرات فكأنما ختم القرآن كله. بعد: كيف تقول أنك تصوم الدهر؟ قال: لأنني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله. جيد، كيف تقول أنك تحيي الليل بالعبادة؟ قال: لأنني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من بات على وضوء فكأنما أحيا ليله بالعبادة كله. والوضوء لا يأخذ من الإنسان إلا بضع دقائق، دقائق الإنسان يصرفها في الوضوء طول الليل، ينام في فراشه والملائكة تسجل أنه في عبادة. وهذا طبعا لا يغني الإنسان أنه يجلس في آخر الليل يصلي صلاة الليل، لكن هذا من الأمور التي الله سبحانه وتعالى جعلها فرصة للإنسان، فرصة للإنسان أنه يستغل الفرص، كما قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اغتنموا فرص الخير فإنها تمر مر السحاب. وتوجد رواية عندنا أيضا ينقلها عدة من علمائنا: من أراد أن يطال في عمره، يصير عمره طويل، ويوسع في رزقه، ويحفظ من بين يديه ومن خلفه، فليداوم على الطهارة. عود نفسك، القضية تحتاج إلى شيء من التعويد، وخصوصا بعض الأغسال. يعني الطهارة الوضوء ورد في الرواية أن المؤمنين يأتون يوم القيامة والنور يشع من أعضاء وضوئهم، فيسمون بالغر المحجلين، وإمامهم أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول الله صلى الله عليه وآله يلتفت إلى أمير المؤمنين يقول له: لا تدعن غسل يوم الجمعة. غسل يوم الجمعة له تأكيد خاص في روايات أهل البيت: لا تدعن غسل يوم الجمعة حتى لو أنك تشتري الماء بقوت يومك ذلك اليوم، لأنه يورث الطهر من الجمعة إلى الجمعة. وغسل الجمعة بعض العلماء يذهب إلى وجوبه،
لورود مجموعة من الروايات توجب هذا الغسل، وهو الغسل الوحيد المجمع عليه، أو من الأغسال التي بعض علمائنا يرى أنها تغني عن الوضوء، والبعض الآخر يقول أنه غسل الجنابة هو الغسل الوحيد الذي يغني عن الوضوء. على كل حال، فهذه الأمور حينما الإنسان يستشعرها ويقف عند باب الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لابد أن يكون على غسل، على طهارة ظاهرية وعلى طهارة معنوية. شلون؟ وردت رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا أردتم أن تقرأوا القرآن فنظفوا طريق القرآن. قيل: يا رسول الله، وما طريق القرآن؟ قال: هذا اللسان. الرواية ممكن نأخذها بظاهرها، يعني الإنسان يهتم بنظافة فمه، القرآن شأنه عظيم، فينبغي أن يهتم بنظافة هذا الفم وهذا اللسان، يستخدم المعجون، يستخدم السواك كما ورد في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. لكن أيضا هذه الرواية تشير إلى المعنى الآخر، وهو المعنى الباطن، يعني هذا اللسان إذا أردت أن يقرأ القرآن لابد أن يكون نظيف من القاذورات المعنوية، من الكذب، من الغيبة، من الحقد، من النميمة والعياذ بالله. فكذلك حينما تقف عند باب الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، الإمام المعصوم هو قمة الطهارة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا أردت أن تقف عند قمة الطهارة، أنت لابد أيضا أن تكون طاهرا في الظاهر وطاهرا في الباطن. إذا عندك حقد، إذا عندك غل، إذا عندك شيء في قلبك على أحد، لا تذهب إلى الزيارة إلا وأنت قد فرغت جميع ما في قلبك، جميع ما في قلبك. وإذا أردت أن تودع إخوانك، أطلب منهم الحل، أطلب منهم براءة الذمة، حتى حينما تقف عند باب الإمام صلوات الله وسلامه عليه تشرق عليك بعض أنواره بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأكو معنى آخر أيضا الإنسان يلتفت إليه، الغسل ينفي عن الإنسان القذارة الظاهرية، وكذلك يعطيه حالة من الطهارة المعنوية، وأيضا يجب عليه حينما يريد أن يغتسل أن يرفع عن ذهنه جميع ما علق فيها من أمور الدنيا، كل أمور الدنيا يرميها وراء ظهره، لا يفكر في أحد، فقط يفكر أنه أمام مظهر من مظاهر الله سبحانه وتعالى، فقط يفكر أنه في ساحة القدس أمام من يمثل جلال الله، عظمة الله، قدرة الله، كرم الله، بذل الله. إذا الإنسان التفت إلى هذه القضية بعد لا يستطيع أن يشغل نفسه بأي أحد. يقول أحد العلماء، يقول: يوم من الأيام دخلت عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الله يبلغنا وإياكم الوصول إلى تلك المشاهد المشرفة، يقول: دخلت فرأيت هذا قاعد يسالف ويا صاحبه، وذاك قاعد يضحك، وهذا قاعد مثلا يتكلم في أمور الدنيا، فقلت: عجيب، يعني هؤلاء أمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أمام حجة الله على الخلق، وهكذا حالهم. يقول: ثم التفت إلى نفسي، قلت: أنا بعد شنو يشغلني بهؤلاء؟ يفترض أنني إذا دخلت إلى أمير المؤمنين أو إلى واحد من الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بعد لا أرى أحدا إلا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر
بعض الزيارات تشير إليه، أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي، وفي بعض الروايات وأنك حجبت سمعي عن كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. فالإنسان حينما يقف يفترض أن يغسل جميع تفكيره إلا في حضور قلبه عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وفي تمثل عظمته ومقامه وكرامته، حتى يعرف ماذا أراد الله سبحانه وتعالى وما أودعه الإمام المعصوم في هذه الزيارات المباركة. جيد، إذا وقف يقول الإمام سلام الله عليه: فاشهد الشهادتين. وهنا الشهادتين، الشهادة لله سبحانه وتعالى ولنبيه أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد. هذه القضية هي القضية التي يتفق عليها جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. جميع الأنبياء بعثوا بشهادة أن لا إله إلا الله وبالتبشير برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أول ما أمر بأن يصدع بالرسالة قام بين الصفا والمروة ونادى الناس تجمهروا عنده، فقال لهم: أيها الناس، لو قلت لكم الآن وراء هذا الجبل سيأتيكم جيش جرار، أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم، أنت عندنا معروف بالصادق الأمين. فقال قولته: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وبعد ذلك ظهرت الأحقاد وظهر النفاق وظهر المعاندة لرسول الله صلى الله عليه وآله. يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله، وتوجد كثير من الروايات تؤكد على هذه المسألة، لا إله إلا الله كلمة التوحيد، هذه الكلمة التي فيها الولاء والبراء، تجتمع فيها أهم أمرين من أمور التوحيد. لا إله نفي لجميع الآلهة إلا الله سبحانه وتعالى. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله يجلس في مسجده فيقول: أيها الناس، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. التفت بعض الصحابة قالوا: لا إله إلا الله، مسألة سهلة، إذا نقول فقط لا إله إلا الله وندخل الجنة، مسألة سهلة. قال: نعم، ولكن بشرطها، وشرطها ولاؤكم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اللهم صل على محمد وآل محمد. حينما الإنسان يتشهد الشهادتين يدخل دائرة الإسلام، وهذه الدائرة دائرة محترمة، يعصم ماله، يعصم نفسه، يعصم جميع شؤوناته، يكون دمه محرم. لا يجوز لإنسان أن يشكك في هذا الإنسان، في الظاهر يعصم نفسه. لذلك رواية من الروايات التي يتفق على نقلها جميع المسلمين، جميع المسلمين ينقلون هالرواية، يوم من الأيام واحد من صحابة رسول الله يأتي إلى رسول الله: يا رسول الله، كنت في أحد الغزوات أقاتل أحد المشركين، بينما أنا كذلك وقع منه سيفه، قتال شديد، استطعت أن أوقع منه سيفه، فرفعت سيفي أريد أن أقتله، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول هذا الرجل، طبعا اسمه مذكور ويذكره صحيح مسلم، تذكره كثير من الروايات، قال: يا رسول الله، فالتفت رسول الله اهتم بها القضية، توجه بكليته، قال: وماذا صنعت؟ قال: قتلته يا رسول الله.
تغير وجه رسول الله، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا لكي يعصم نفسه، خايف من السيف، السيف صار قباله فأراد أن يفر من القتل. التفت إليه رسول الله قال وهل شققت عن قلبه؟ أنت فتحت قلبه وشفت أنه قالها صادقا أو فرارا من السيف؟ قال يا رسول الله استغفر لي، أنا بعد صار اللي صار وقتلت، استغفر لي. شوف النبي ماذا قال، قال وماذا أفعل وماذا تفعل إذا جاءتك لا إله إلا الله يوم القيامة تطالبك؟ يوم القيامة إذا جاء هذه الكلمة وقالت هذا الرجل قالها، لماذا قتلته؟ تقول الرواية فبقي هذا الرجل فترة طويلة من الزمن يقول يا رسول الله استغفر لي. قال له وماذا أصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ فكان يردد يقول تمنيت أنني ما دخلت الإسلام قبل تلك الساعة، يقول يا ليت أني دخلت الإسلام بعد تلك الساعة حتى لا يصدر مني هذا الذنب العظيم. من خلال هالرواية تشوف البعد الشاسع بين تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وبين تعاليم المسلمين في هذا اليوم. واقعا من الأمور المحزنة والأمور المخزية أن أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون للنبي صلى الله عليه بالرسالة، وإذا يقتلون من يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون للنبي بالرسالة لأجل أنهم موالين لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذا من القضايا اللي تدمي القلب حقيقة وواقعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يجمعنا دائما على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين ولي الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذه الدائرة دائرة الإسلام، هناك دائرة أضيق منها أخص منها وهي دائرة الإيمان، وهذه الدائرة لا تتحقق إلا بالشهادة الثالثة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الرضا بأبيه وأمي ثامن الأئمة وضامن الجنة في الحديث المشهور حينما يمر على نيسابور في رحلته إلى التي أشخصه فيها المأمون، يجتمع عليه الرواة، علمنا يا ابن رسول الله حديثا سمعته عن جدك رسول الله. كان جالس على الراحلة أخرج رأسه من الهودج، قال لقد سمعت أبي موسى بن جعفر سمع عن أبيه جعفر بن محمد، سمع عن أبيه محمد بن علي، سمع عن أبيه علي بن الحسين، سمع عن أبيه الحسين بن علي، سمع عن أبيه علي بن أبي طالب، سمع عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل، عن ميكائيل، عن اللوح، عن القلم، عن الله تعالى، كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. يقولون أدخل رأسه، مشى قليلا ثم أخرج رأسه وقال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. وهالرواية أيضا متفق عليها بين جميع المسلمين، بل بعض علماء أهل العامة يقول لو قرأت هذه الرواية بهذا السند الذهبي على مجنون وأفاق من جنونه لما كان ذاك غريبا. يقول هل أسماء المباركة عن الإمام الرضا سلام الله عليه عن الله سبحانه وتعالى، يقول لو قرأت هذه الرواية بهذه الكيفية على إنسان مجنون وأفاق هذا أمر ليس بالغريب. لذلك تشوف علماءنا يروون هذه الرواية
ويروونها بصيغة أخرى: ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. والرواية نفس المقتضى ونفس المؤدى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أعمال الناس إلا بهذه الأمور، بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ورسول الله صلى الله عليه وآله قرر هذا الأمر. العلامة الشيخ عبد الله المراغي المصري عند كتاب اسمه السلافة في أمر الخلافة يذكر روايتين، يقول: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ومن تنصيب علي بن أبي طالب في غدير خم، القضية المعروفة، يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: يا رسول الله، إني سمعت سلمانا يقول في الأذان بعد الشهادة لله بالتوحيد ولك بالرسالة لأمير لعلي بن أبي طالب بأمرة المؤمنين. قال له النبي صلى الله عليه وآله: خيرا سمعت. هذه رواية. ورواية ثانية أيضا ينقلها صاحب كتاب السلافة، يقول: جاء رجل قال: يا رسول الله، يظهر أن المسألة يعني أصحاب أمير المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله هذا ما فهموه من تنصيب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه يريد أن تكون هذا الأمر في أثناء الأذان. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، إني سمعت أبا ذر في الأذان يقول بعد الشهادة لله بالوحدانية ولك بالنبوة يقول: أشهد أن عليا أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله: وماذا كنت أنا أقول في غدير يوم خم؟ غدير يوم خم شنو هو؟ أليس هو تنصيب لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ ولا يردها إلا من خذله الله وأرداه. لذلك تجد الروايات الكثيرة عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن في جميع العالم على العرش مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. على الكرسي مكتوب كذلك، على الملائكة مكتوب كذلك، على القمر، على الشمس، على على على، إلى أن يقول: فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله فليقل أشهد أن محمد رسول الله، ومن قال أشهد أن محمد رسول الله فليقل أشهد أن عليا أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب من الكتب اللطيفة، المولى المقدس خادم الشريعة الغراء يشير إليه في كتابه الولاية، يقول: ألفت كتاب اسمه نداء الشيعة، وذكرت فيه 93 من العلماء الذين يقولون بمشروعية الشهادة الثالثة في الأذان. 93 عالم، بل يقول أصبح هذا شعار المؤمنين. وهنا لابد أن نذكر صاحب الشهادة الثالثة المقدس الميرزا علي الإحقاقي قدس الله نفسه الزكية، اللي بفضل الآن الكويت تنعم بهذه الشهادة الثالثة، هذه المأذنة العلوية اللي أصبحت لها الكرامات الكثيرة بسبب انطلاق الشهادة الثالثة، شهادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. مأذنة قد شيدت باسمه عز وجل أنارها حي على خير العمل. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يريدك أن تستشعر هذا الشعور، أن أولا الشهادة لله سبحانه وتعالى لا تكتمل إلا
بالشهادة للنبي صلى الله عليه وآله، والشهادة للنبي صلى الله عليه وآله لا تكتمل إلا بالولاية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك نجد أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم عاشوراء ماذا قال؟ إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي محمد وأبي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى هذا المنهج إمامنا صلوات الله وسلامه عليه قدم تلك الضحايا وقدم تلك القرابين بأبيه وأمي. وأبى إمامنا الحسن المجتبى إلا أن يقدم شيء في ثورة أبي عبد الله. الإمام الحسن بأبيه وأمي لولا ما قدمه من هدنة أو صلح مع معاوية لما تهيأت الظروف لثورة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. فصح أن يقال أن ثورة الحسين حسنية البدء، حسينية الانطلاق، زينبية الاستمرار. وحتى يذكرك بجهود الإمام الحسن، أربعة وبعض الروايات تقول ستة أو سبعة من أولاده شاركوا في مع أبي عبد الله الحسين، ومنهم القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى. هذا الشباب اللي في ريعانة في ريعان شبابه لم يبلغ الحلم، يأتي إلى مولانا أبي عبد الله: عم يا حسين ائذن لي في القتال. قال له: ولدي قاسم، أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال له: وكيف لا أمشي برجلي إلى الموت وأراك وحيدا غريبا؟ قال له: أنت العلامة من أخي الحسن، كلما اشتقت النظر إلى الحسن نظرت إليك. ارجع إلى خيمتك. يرجع إلى خيمته ومكسور قلبه، يتذكر أن أباه الإمام الحسن ربط له عوذة، يفتح تلك العوذة فيقرأ فيها: ولدي الحسن، ولدي القاسم، إذا وجدت عمك وحيدا غريبا في كربلاء فلا تقصر في نصرته. يذهب إلى الإمام الحسين: عم يا حسين، لقد أتتني الرخصة من أبي الحسن. الإمام الحسين يأخذ ذلك الكتاب، يقرأ خط أخيه الحسن، تتحاضر دموعه على خده، يقبلها، يبكي، يقول له: ولدي قاسم، إن كانت هذه وصية أبيك إليك، أنا أيضا أوصاني بوصية، أوصاني بأن لا تبرز للقتال إلا وأنت على زواج. التفت إلى مولاتنا زينب: أخي زينب، علي بالصندوق الفلاني. ماذا تريد أخي؟ أبا عبد الله قال: علي بثياب الحسن حتى ألبسها للقاسم، أريد أن أزفه على إحدى بناتي. قالت له: أبا عبد الله، ليس هذا اليوم يوم زفاف. قال: لا بد من ذلك. قالت له: أخي أبا عبد الله، من يزف الشباب؟ عادة الشباب يزفه الشباب. قال: نعم. توجه إلى المعركة، نادى: حبيبي حبيب زهير برير، هل ممن لكي تزفون الشباب؟ أجركم الله. عقد له على إحدى بناته، أدخله إلى خيمته. قليل وإذا بالقاسم يسمع صراخ نداء الحسين: ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من معين يعيننا؟ خرج القاسم وهو ينادي: لبيك لبيك أبا عبد الله.
آجركم الله أحسن الله لي ولكم العزاء. أذن الحسين للقاسم بأن يخرج يقول حميد بن مسلم برز إلينا غلام لم يبلغ الحلم على رأسه عمامة لابسا إزارا وقميص وفي رجليه نعلين وفي يده سيف وهو ينادي إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. آجركم الله يقول على صغر سنه قتل مقتلة عظيمة بينما القاسم يقاتل. آجركم الله إذ انقطع الشسع نعله اليسرى نادى الأزدي لأذكلن هذا الغلام لأذكلن عمه فيه. بينما القاسم يصلح نعله ولم يعترف بكل تلك الجيوش وأبى أن يمشي حافيا بينما هو يصلح تلك النعل وإذا باللعين رافعا سيفا مادا باعه أهوى به على رأس القاسم صح ونادي وقاسمه أيوا إماما وسيدا أيوا حسنا. سقط القاسم على الأرض يخور في دمه وهو ينادي عم حسين عليك من السلام. جاءه الحسين وهو ينادي ولدي قاسم عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يغني عنك بعدا لقوم قتلوك خصمهم جدك وأبوك. أجركم الله حمل القاسم على ظهره يقول حميد بن مسلم رأينا أمرا عجبا رأينا أرجل القاسم تخطان على الأرض. قلنا ما هذا الأمر؟ ألطول في القاسم أم لقصر في الحسين؟ حققنا النظر وإذا ظهر الحسين قد انحنى من هذه المصيبة. صح ونادي وقاسما أيوا حسينا والله شال حسين جسام الشفية. ما جور رحم الله هاي الأصوات والله شال حسين جسام الشفي بقلب مالوم يبتش على ابن خي ولن رجل جاسم تخط على الوطية أثار حسين ظهرا انجسام نصين. جاء به إلى المخيمات استقبلته أمه رملا صرخت ونادت أيوا ولدا أيوا مصيبتا يا ابني شقالي عليك
آية ماجور لا تقصر آية بني شقول عليك دول ابني دول ابني زماني بك دول ابني زماني بك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك اي والله اش هالبلوى المثل هما سدت به يا ابني لعند الموز ما تذبني يا ابني يا ابني شقال عليك تذب البيك تسعى من الشهر شالت ونالت من ثجيل الحمل ما نالت أمك جابتك يمدلل وحالت ويوم البي صرت يا شبل شي ابني يا ابني شقال عليك أتعبني وسقمني وغير ألواني وعلى صدري ربيت ومهدك متوني حسبت حساب وحسابي طلع دوني على راس البيت تشيدة وتبني آيب الشقال عليك أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء كأني بها نادت ولا مال أنا ردتك لا ردت دنيا ولا مال اتحضرني لو وقع حملي ولا مال يا ابني يا ابني يا ابني خابت ظنوني ولا مال عند الضج يا ابني قطعت بيا اي والله عند الضج يا ابني قطعت بي والقاسم ابن المصطفى حلو الشمائل والصفات يا الله نمد أيدينا في مثل هذا اليوم لكريم أهل البيت للإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم إلهي نسألك وندعوك ونتوجه إليك ونستشفع لديك بنبيك نبي الرحمة أبي القاسم محمد وبأهل بيته الطيبين الطاهرين إلا ما فرجت عنا يا الله شافي جميع المرضى اقضي جميع الحوائج يسر جميع الأمور وفقنا لمراضيك جنبنا عن معاصيك إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا المؤسسون تقبل أعمالهم يا الله اللهم لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين اجعلنا دائما وأبدا من خدام وزوار أبي عبد الله الحسين عجل لوليك الفرج اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أرواح علمائنا الأعلام والمجتهدين العظام وإلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان نهدي الفاتحة مع الصلوات دمعنا الترجمة بسوحل و
ولا إلدار أو كم جيلي على حب صبط النبيت يد ما محتاج أبو اليمة نصب ما